أيوة. طيب انا هبتدي اتكلم عن الفاسكولار شيث. هو ايه هو الفاسكولار شيث اصلا؟ يعني ليه اصلا احنا بنتكلم عنه او بنجيب سيرته؟ هو عبارة عن، يعني هو كوندوي، يعني ماسورة او سيلندر بيسمح لنا ان احنا ندخل من خلاله ديفايسز اصغر منه جوه الفيسل، اي بلاد فيسل يعني. طب انا ليه اصلا بستخدم يعني شيث؟ ما انا ممكن اخش بالنيدل واحط فيها الواير واقعد ابدل على الواير وخلاص الديفايسز بتاعتي. هي الفكره في الشيث ده ان هو بيسمح لي ان انا اعمل كذا حاجه. اول حاجه بيمبروف ان جنرال في المنوفر او الحركه بتاعه الديفايس اللي انا هحطه جوه الشيث. يعني مثلا لو دخلت كاثيتر معينه او لو دخلت اي ديفايس وانا بستير يعني او انا بتويست الديفايس نفسه، الشيث بيبرودوس less friction in general في الشغل. فده بيسمح لي ان انا لو عايز مثلا القساطر مثلا وانا شغال سي في الكيرف بتاعت القساطر، لو انا عايز اتويست الكيرف دي في حاجه اسمها التورشن in general. يعني انا لو عايز اشتغل بقسطره الفلانيه مثلا عايز الفها 180 درجه جوه بلاد فيسل، فلو انا لفيت ايدي من بره 180 درجه الايفكت المفروض اللي انا عايزه والايديال ان الكيرف بتاعه الكاتيتر اللي جوه الفيسل دي تلف معايا برضو 180 درجه. ده اللي بنسميه يعني 1 تو 1 ريشيو. ده الايديال ريشيو اللي احنا عايزين نوصل له في اي ديفايس، ولاي شركه جديده بتنزل اي ديفايس جديد او قسطره جديده او شيت جديد بتماركت الموضوع ده ان هي بتحسن الريشو ده. طبعا ده مش واقعي، وطبعا الكاثيترز بتقابل في سكتها ريزيستنس كتيره والبلاد اللي في الفيسلز والفريكشن وكل الكلام ده والتيشوز، فده ما بيحصلش. بس الشيت من الاليمنتس او الفاكتورز اللي بتمبروف المانوفرنج عامه علشان بتبروديوس لاس فريكشن. وكمان الشيث بيريديوس البليدنج، لانه انا مثلا لما سي انا بكلم ايه الجناير معايا دفعتي، يعني لما احنا بنحط مثلا اكسس ماهوكر او سنترال لاين احنا بنعمل ايه؟ احنا بندخل الاول النيدل، بنعمل المايكرو بانكتشر في الفيسل بالنيدل، بعدين بندخل عليها الواير، بعدين بنقوم شايلين النيدل، بعدين بنقوم حاطين الديفايس اللي هو المهوكر او السنترال لاين. طبعا فكره ان انا ادكك السنترال لاين او المهوكر على الواير دي وادخل في الفيسل واحك الديفايس نفسه في الوول بتاع الفيسل، ده بيبروديوس تروما للفيسل وبيزود نسبه البليدنج. وبعد كده لما اشيل الديفايس وكده بيزود من نسبة ان يبقى فيه بليدنج ويبقى صعب ان انا اوقف البليدنج ده. فالشيث بيخليني اعمله هو ان انا خلاص انا باخد الاكسس في الفيسل، بعدين بحط الشيث، واي تبديل بقى بعمله قساطر بقى لو هشتغل في حاله كومبليكيتد مثلا هتحتاج كذا كاثيتر ورا بعض لازم اشيل على الواير واغير الواير واحط كاثيتر على الواير الجديد، ده كله بيتعمل من غير بقى ما اقعد اعمل تروما للفيسل، لان الشيث اوريدي محطوط واي حاجه بتدخل او بتخرج بتعدي من خلال الشيث. جماعه انا صوتي مسموع لان حاسس في مشاكل على الجروب. لا لا مسموع كامل. اوكي ماشي، ده اكزامبل للشيث. في اول حاجه الشيت فيه اجزاء كتير، انا عاوز اجيب الصوره دي، وفي طبعا صور احسن بس انا عاوز اجيب الصوره دي عشان هي اكتر حاجه سمبليفايد يعني وبتبين الاجزاء الاساسيه بتاعه الشيت. طبعا احنا عندنا هنا ده كده اللي هو الدايليتر او الحاجه الستيف، لان الشيت ده مش حاجه يعني حاجه مش هارد قوي، حاجه فلكسيبل، فانا مش هقدر ادخل بيها على طول، فلازم اخش بالدايليتر ده اللي هو لونه ازرق ده، وده البوز بتاع الدايليتر. اوكي الدايليتر ده
باي ذا واي بيخش على الواير، هو مش بيخش لوحده، يعني انا بحط واير عادي بعد ما ابقى دخلت النيدل، بعدين بحط عليه الديفايس ده كله على بعض، الدايليتر بالشيث عليه، وما ينفعش استخدم الشيث اصلا من غير ما يبقى معايا الدايليتر، هو ما بيشتغلش كده. بس فده الشيث نفسه، ده الدايليتر، ده 3 واي بنستخدمه علشان نفلاش. انا سالت شويه يعني عندنا في الوحده بنعمل ايه وكده، هو ان جنرال قالوا لي ان هم لا ما مش بنقعد نفلاش من اول البروسيجر، بس المفروض ان هو ده اللي يحصل، يبقى فيه دايما فلاشينج بسالاين، يعني هو احنا بنفلاش من هنا من البتاع ده، وده زي ده سايد واي كده علشان ما يضايقنيش في الواي الاساسيه بتاعت الشيت اللي انا هقعد اطلع وادخل منها الديفايسز بتاعتي، فانا محتاج سايد واي ان هي اقدر افلاش بيها الديفايس نفسه علشان امنع مثلا لو في اي كلوتس او حاجه بتديفلوب على الديفايس وهو جوه الفيسل انها تبقى موجوده يعني. بس هي دي المين بارتس بتاعت الشيث. ده اكزامبل للشيث حبيت اجيبه لكم علشان في بس element واحد تقريبا اهم element في الشيث على بعضه ما كانش باين في الصوره اللي قبل كده، وهو موضوع ان هو الشيث غالبا مش كلهم بس في مودلز كثيره من الشيث بيبقى فيها فالف. الفالف ده يعني ايه؟ يعني عارفين زي الفالف عادي الترايكاستد فالفز وكده، حاجه مش بتخلي البلاد يرجع، بتخلي البلاد يمشي في وان دايركشن اونلي، وده طبعا برضو علشان اللي بيخلي الشيث مهم قوي ان هو بيقلل من البليدنج، يعني انا بدخله البلاد بقى مش بيرجع بقى في الشيث نفسه، مش بيرجع بقى ينقط بره، يعني مثلا لما احنا بنخش بالنيدل مثلا احنا ساعات لو العيان شويه البليتلس بتاعته مش مظبطه قوي والاي ان ار وكده بنلاقي دم بيطلع، ده الفالف دي بتخلي الموضوع ده ما يحصلش، بالذات احنا طبعا في الـ الاكسسات دي بنبقى مثلا بنخش في ارتري مش في فين، فطبعا البريشر بيبقى عالي قوي فالبليدنج بيبقى جامد قوي، فالفالف ده بيخلينا هو غالبا هنا، لا مش غالبا هو ده، ثانية واحدة، ده مثلا دي دراي سيل، دي شركة جور هي اللي عاملاها، ده موديل للشيث، ده فلكسبل شيث اللي احنا شايفين ان هو فلكسبل، ده السايد واي، اوكي مثلا ده السايد واي، ده حاجة اللي هي اللي بتنفخ الفالف نفسها، ده فالف بيتنفخ، في فالفز تبقى بلاستيك عادية زي الفالفز اللي في جسمنا اللي هو ليفلتس كده بس واقفة بتمنع ان البلاد يرجع، ده بقى اللي لقيته انترستنج فيه ان هو الفالف بيتنفخ، هنا بنحقن تقريبا 2 سم سلاين في البورت ده، وبيخلي ان الفالف نفسها دي ان هي بتبقى كده في الاول، ده الفالف هو مش مليان وده الفالف هو مقفول، هو زي كانها بالونه. مع السلامه يا جماعه، ده الكلب بيعيط. الشيث برضو نقطه مهمه قوي حبيت اوضحها، ان احنا بنشوف الشيث بالديامتر الانر بتاعه مش بالاوتر دايمتر، يعني عمر اخر مره لما اتكلمنا عن الجايد وايرز قال لنا ان احنا بنقيسه بالفراكشنز اوف ان انش، وهو بيقيس الاوتر دايمتر لان الواير اصلا يعني هو مش هولو، هو حاجه مصمطه، فاحنا بنقيس الاوتر دايمتر في الجايد واير، لا في الشيث انا بقيس الانر دايمتر لان هو ده اصلا اللي يهمني، انا مش محتاج اعرف الاوتر دايمتر في حاجه في الشيت لان انا عايز اعرف انا هعرف ادخل جواه ايه، هو غالبا الاوتر دايمتر بيبقى تقريبا 2 فرنش اكبر من الانر دايمتر، ده از جنرال رول يعني للشيت، طبعا في برضو مودلز جديده بتنزل شركات بتماركت ان هو لا هو مثلا فرنش واحد اكبر، الفرق ما بين الانر والاوتر دايمتر فرنش واحد فلس بقى بليدنج وكده، في اكزامبل في الاخر برضو ممكن ابقى اوريه لكم في الموضوع ده.
انا برضو نفس الويب سايت اللي دورت عليه حبيت اوريكم ان هم بيقيسوا الشيث سايز ان فرنش، اهو مثلا ده 10. طبعا عارفين، انا مش عارف عمر قال اخر مره ولا لا، بس ان الفرنش هو تلت ملي، 1 فرنش هو تلت ملي، ف3 فرنش بيعملوا ملي واحد. بس ف حبيت اوريكم التيبل دي. والشيت برضو بيبقى الالوان بتاعته يعني يونيفرسال برضو، زي اي حاجه بنستخدمها، زي النيدلز بتاعه البانكشر، وزي عادي يعني اي في ديفايس بنستخدمها ليها يونيفرسال باترن يعني، وهو برضو دي الباترن بتاعته. الجلايد شيت ده برضو لقيته كاكزامبل للشيت، ده بيركب ترانس راديال، شركة ترومو هي اللي عاملاه. بس دي حتة كنت بقول لكم عليها، ان هو الترا ثين، علشان هو بس الفرق ما بين الانر والاوتر دايمتر 1 فرنش بس. فدي يعني اتس ماركتنج استراتيجي، يعني ان هم بيقولوا ان في ادفانسمنت حتى في الشيث بتاعهم، ان هم بيعرفوا يصغروا الاوتر دايمتر بتاعهم. ماشي، يعني نيجي بقى اللي هو ازاي بنحط الشيت اصلا. انا اتكلمت شويه في الموضوع ده في الاول بصراحه، بس هو زي ما بنعمل برضو في السنترال لاين والماهوكر، لازم نفلاش الديفايس نفسه اول حاجه، الدايليتر والشيت نفسه يبقوا فلاش قبل ما نستخدمهم، ونحط الدايليتر بتاع الشيت نفسه جوه الشيت، والاثنين بيموف از سنجل يونت. ما ينفعش نشيل الدايليتر من الشيت بتاعه، الاثنين مع بعض على طول، وبنحطهم هما الاثنين فوق الواير. ومفروض ننقي الشيث بيزد اون البروسيجر اللي هنعملها، وان اغلب اصلا مثلا سي الكاثيترز اللي بنستخدمها وكده بيبقى مكتوب اصلا على الباكت بره، بيبقى فيه ريكومنديشن اللي هو ايه السايز الريكومندد بتاع الشيث اللي احنا نستخدمه للديفايس ده. ده اخر اكزامبل تقريبا جبته، ده البيلاوي شيت، ده بنستخدمه مثلا لو هنركب، مش عارف لو حد فيكم شاف الوحده سوبرا بيوبيك سيستمي بتتعمل، انا شفت مره واحده كانت فيها نفس الميكانيزم بتاع البيلاوي شيت ده، ان هي السوبرا بيوبيك سيستمي الكاثيتر نفسها او التشوكر نفسه بيبقى حواليه زي ستيفنر كده بيتقشر زي ما هو موجود في الصورة هنا. ده كله الحتة دي كده كلها بتتقشر، فالشيت ما بيبقاش موجود خلاص، يعني بيتشال على جزئين كده بيتقشر، من غير ما احتاج ان انا ارجعه خالص لحد اخر الديفايس اللي انا حاطه مثلا لورا، يعني في الاند اللي هي اللي بره الجسم مش اللي جوه الجسم. ده طبعا بيبقى يوسفل في حالات مثلا سي لو انا بعمل بركب بورتكاث مثلا. البورتكاث دي اخرها بيبقى ايه، عباره عن زي بالب كده او زي تشامبر تخينه شويه، يعني مثلا بتكون تقريبا اعتقد 2 سم في 2 سم او اكتر شويه، بتتحط تحت الجلد وبنحقن، بنستخدمها عشان نحقن منها كيمو وادويه وكده. فلو انا مثلا في البروسيجر دي انا عايز استخدم شيث علشان البنفيتس اللي احنا قلنا عليها في اول البرزنتيشن. فلما بخلص بيبقى اخر الشغل اللي انا عامله كله ده عندي الاند اللي جوه الفاسل هي اللي فيها الاكسس على الفاسل نفسه. الناحيه اللي ورا بقى اللي هي اللي تعتبر بره الفاسل فيها ايه، فيها الشيمبر البالبس دي اللي هي انا مش هعرف اشيلها، انا خلاص ركبتها، فازاي اقدر اشيل الدايليتر سوري الشيت وارجعه واشده لورا خالص لحد ما اخرجه؟ ما انا مش هقدر لان الشيمبر دي موجوده وتخينه، هي كليرلي الدايمتر بتاعها اكبر بكتير من الدايمتر بتاع الشيت، فهخلص من الشيت ازاي؟ ساعتها بلجأ للبيلوي شيت ده اللي هو بيخليني ان انا مش محتاج ان انا ارجع لحد ورا خالص علشان اشيله، انا جاست ببيلت كده بكسره على جزئين بس وخلاص.
أنا كده خلصت، خلصت الشيت. الحمد برافو يا لله. بي، حلوة أوي. ثانك يو. في حاجات حلوه جدا اصلا، في حاجات حلوه حطها في النص، نوضح حاجات بعدين احنا هنبقى نشرحها بعد كده في مواضيع ثانيه بتبينها وهتفوق ان احنا نشرح الكلام ده بعد كده. كويس جدا، انت برضه قلت نقطه مهمه جدا هي الفرنش ستايل بيبقى قد ايه بالملي متر. لو حد عنده اسئله كده نحاول نرد عليها. مفيش أسئلة خالص. لو ما حدش عنده أسئلة احنا عندنا نكمل المحاضرة. طب أنا هعلق على نقطتين بس صغيرين، مش لازم يبقى شيك، مش بيبقى أولى لونج ستريتشر، لا بيبقى في الستارت في الإند. هنبدأ زي ما هو قال كده من اللاب باس، أنت بتدخل الورد الريتو بس بتدخل حفلت زي ما بيقولوا، وإحنا رحنا بنشيله دكتور معلش هو الصوت مش واضح. ماشي سامعني كده كويس شوية؟ اه كده احسن. تمام. احنا الفلاشنج بتاع الشيز بيبقى في الاول وفي الاخر، في الستارت وفي الاند، مش الونج ذا بوستيج. في الستارت عشان احنا طبعا بنخلص الشيز احنا بنزحلق على الواير زي ما بيقولوا، الواير بتاعنا بيبقى ايه؟ نص بهيدروفيليك وهيدروفوبيك عشان نمشي عليه الايه؟ ثاني حاجه في الاند بعمل فلاش وبعمل فلاش وانا طالع عشان ما في اي ترومبس ما تمشيش بيكسل فتقفل حاجه في الرجل العيان. بس او في ايد العيان وانا داخل ترانس ريدي. ده بالنسبه للفلاشنج بتاع الشيت. في حاجه ثانيه برضو، الشيت في منه الدايليتر بتاعه، في منه كاتنج وفي منه نون كاتنج. تفرق في ايه؟ تفرق ان هي الكاتنج اند دي تبقى مور فيبر، ان انا مثلا ازقها في العيان تفتح السكين وتخش تدخل عليها الشيت. لكن في نون فيبر اند بتبقى بلانت شويه، مور بلانت، اضطر ان انا اخد سناب عشان ادخل الشيت. تمام. وغالبا معظم الشيكات اللي في السوق كلها تابر بإيده، كلها اللي هو الكاتنج شيك. بس احنا بنقول ان في نوعين، في الكاتنج وفي نوعين كاتنج. اخر حاجه عاوز اقولها الترانس ريديال والتمبرال، انت عارف الفرق ما بينهم بيبقى ايه؟ ليه؟ ايه يا دكتور؟ هو رفيق قال حاجه حلوه، الاوتر دايمتر زي ما هو قال ان هو بيحاول يقللوا اه السايز بتاع الدايمتر اللي هو الفرق بين الانتر والاوتر عشان تخش ريديو. بس في فرق تاني عندنا في النيدل نفسها، النيدل بتبقى اقصر خلاص، وبتبقى الواير بتاعها بيبقى المفروض الواير الطبيعي بيبقى 0 بوينت تقريبا 0.65، الواير ده بتاع الكيس الفيمورال خلاص. الواير بتاع الكيس الريديان ما بيبقاش 0.35، مش زي الواير التخين بتاع الكروم، لا الواير رفيع جدا غالبا على ما اتذكر 0.14 او 0.18 مش فاكر بصراحه قوي، هو حاجه من الاثنين دول بيبقى رفيع عشان يخش في الريا الارض، بيبقى ستريت مش كيرف. الواير بتاع السيمورال بيبقى كيرف جي شيب، انما الواير بتاع الريديا بيبقى ستريت مش كيرف، الاي فلابي ان بيبقى ستريت. بس ده الفرق ما بين الترانس راديال والتمبر. انما الانر دايمتر طبعا الكاميرا انت معاك لحد 8 فرنش و10 فرنش عادي، انما الريديال انت اخرك 6، اكثر من 6 ريديال على حد علمي، بنقرا حاجه جديده اسمها على حد علمي اكثر من 6 فرنش ريديال. بس ده الفرق ما بين الترانس راديال والترانس ريديال عشان ده الفرق. ماشي طب نقفل ونفتح من اول جديد عشان هيقفل الزوم ولا مش هيقفل؟ لا لسه شوية ممكن نكمل. خلاص بحيث طيب أنا هكمل، عندنا كده جزئين كمان. الجزء الأول هو حتة صغيرة بس عن المايكروبانكشر سيت. دي حاجة كده كيت بتتباع على بعض بتبقى بالمنظر ده. زي ما مكتوب هنا هي بيبقى فيها نيدل غالبا حجمها 21 جيج، وبيبقى معاها شيث 5 فرنش، وبيبقى معاها كوب واير أو طول 40 سنتي. بيبقى الهدف منها بس ان احنا ناخد بنكشر صغير مش حاجة كبيرة، ودي
كاد تكون شبه الكت اللي احنا بنستخدمها في السنترال لاينز وفي الماهوكرز، ناقصها بس دايليتر كمان تقريبا، و الجهاز نفسه الماهوكر او السنترال لاين. فالجهاز او الماهوكر السنترال لاين ده بيبقى يعتبر هو كاثيتر، ودي حاجة يعني بنستخدمها في اغلب البروسيجرز بتاعتنا، وهو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده اللي هو الكاثترز. طيب مبدئيا كده يعني ايه كاثتر؟ انا برضو عايز اقول لو حد عايز يتكلم، عايز يقول اي حاجة، يسأل سؤال في النص، وعايز يعلق على حاجة يعني ما فيش مشكلة. هي كافتر تعريفها هو ان it's a flexible hollow tube that can be inserted inside a duct او a body cavity او a vessel. يعني هي الفكرة الكيوردز هنا ان هي tube hollow، وان هي بتخش في اي حاجة من التلاتة دول، يعني مش بس vessel، لا. فحاجة مثلا زي اليورينري كاثتر از كاثتر، حاجه زي نفروستومي از كاثتر، البكتيل اللي بيتحط في ابسس از كاثتر. فالكاثتر بقى يعني النوع اللي هو اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو هيبقى الفاسكولار كاثتر. طب احنا كاثترز دي احنا ممكن نستخدمها في ايه؟ جميع انواع الكاثترز ممكن تستخدمها انك تاكستراكت حاجه، سواء ده كان كولكشن مثلا اللي انت هتاخده بالبكتيل، او ثرومبس زي مثلا فوجارتيز كاثتر لما بتاكستراكت ثرومبس، وان انت انجكت سمثينج، وده ممكن يبقى كونتراست داي في الدياجنوستيك انجيوجرافي مثلا، او ثيرابيوتيك ايجنت. يعني احنا كان في حالات بنطلعها في النيورو انترفنشن دخلها بس عشان نحقن لها نيمودبين نيموتروب انترا ارتيريال، وبنشتغل واندر الفلورو بس عشان نحقن لها النيموتوب دوت في الكاروتيد ارتريز عشان يعمل لها فازو دايليشن. وتالت استخدام ليه هو ان هو كوندوي لاي حاجه عايز تعديه، هو طريق هتدخل من جواه حاجات. الحاجة دي ممكن تبقى واير، ممكن يبقى ستاند، ممكن يبقى كويل، زي ما يعني بنشتغل في حاجات كتير. فلما نتكلم عن الفاسكولار كافترز، ودي تكاد تكون يعني أقوى سلاح أو أهم سلاح بيستخدمه الانترفنشن راديولوجيست. وإحنا فكرة الانترفنشن راديولوجي إن هو أنت تدور على very safer solution very minimally invasive لمشاكل كانت او لبروسيجرز كانت دمويه جدا قبل كده وكانت صعبه جدا قبل كده. فهو احنا يعني زي نيو ايرا، خلينا نبقى مينيمالي انفيزيف اس بوسيبل. فلو احنا ماشيين بالهدف ده احنا هنحاول ندور على التولز السيفست اس بوسيبل، وتكون ذا ليست تروماتيك. فبنتعامل مع الفاسل اللي احنا داخلين فيه ده بكل ديليكسي، وبنشوفه ان هو يعني نظيف جدا، عايزين نحافظ عليه زي ما هو. فهنا التولز صنعها بيبقى فيه حرفية عالية قوي عشان نوصل اللي احنا عايزينه ونبقى safest as possible. وهو دوت اللي متقال في الجملة دي، إن الكافترز are designed for safe, efficient cannulation of the vessel orifices. cannulation بمعنى إن أنت عايز تبقى فيه كانيولا، يبقى فيه قناة جوه الفيسل، وتكون safe وتكون efficient إن أنت تحقق اللي أنت عايزه. طيب يعني إيه efficient؟ وإيه اللي يخلي كاثتر efficient عن تانية؟ كذا فاكتور. اول فاكتور اللي هو السترينث بتاع القسطره، انت هتبقى محتاج تقول
تعتمد عليها وسترونج انف انها تستحملك. تاني حاجة هي الجود تورك كنترول، ويمكن دي كلمة احنا سمعناها كتير او بتتقال كتير بس ممكن ما نبقاش فاهمين هي تقصد ايه بالظبط. فانا في فيديو هنا بيشرح لنا يعني ايه التورك، هو مش بيشرح، هو مجرد بيوري. فهو جايب 2 وايرز، الاحمر دوت بيعمل جود تورك او بيعمل تورك، الازرق ده ما بيعملش. فنبص على الازرق بيتحرك، الازرق ما بيتحركش، يعني هو بيلف في ايده، والواير ما بيتحركش، بيلف لفة واحدة لآخر. انما الاحمر هو الحركة ماشية ترانسميتد من ايده على الواير كله، واي حركة بيعملها في الواير بيعملها بايده بتترجم في الواير. فده معنى كلمة تورك، ان انت وانت بتلف الواير يفضل يلف جوه الفاسري. الازرق ده ما بيلفش معاك. ف دي حاجة أداة يعني، أو تكنيك مهم جدا إن إحنا بنستخدمه طول الوقت، ماشي؟ فإن كاستر تبقى efficient برضو إن هي لازم تبقى راديو أوبيك، يعني أنت فاتح عليها فلورة لازم تبقى شايف، ما ينفعش تبقى راديو لوس. لازم تبقى flexible، تقدر توصل بيها الحتت اللي أنت عايزها وتعمل بيها الحاجات اللي أنت عايزها. وبرضو تحت تايتل سيف إن هي يبقى ليها أتروماتيك تيب، ما تخشش بالكاستر تخرم الفاسل، وان يبقى فيها لو سيرفيس فريكشن. انت ماشي بتحك في الفاسل يمين وشمال، ما تبقاش بتجرح فيه، ما تعملش ثرومبس، ما تعملش انجري. طيب احنا عشان نحقق الحاجات دي بنعمل كافترز ازاي؟ هي الفكرة بقى ان احنا بنستخدم ماتيريالز مختلفة عشان نعمل الكافترز، والماتيريالز دي بتدينا بروبرتيز مختلفة عشان نوصل اللي احنا عايزينه. فزي ما الحاجات الماتيريالز في العالم مكونة من بلاستيك وإزاز وحديد وخشب، كافترز مكونة من حاجات مختلفة. من الحاجات دي اللي مكتوبة قدامنا عندنا مثلا، يعني مش لازم أقول أسامي أو كده، بس انت لو بصينا على البروبرتيز بتاع كل واحد احنا بنحكمه على حسب الكوفيشنت اوف فريكشن، يعني بيعمل فريكشن ازاي، الستيفنس، السترينث بتاع التورشن، وكل واحد ليه ادفانتجز وديس ادفانتجز. ف عندك النايلون غير البولي يوريثين، بتلاقي ان ده واحد مثلا بيريزيست سوفتنينج، واحد دوت سوفت اند فلايبل، بتلاقي ان ده فلكسبل اقل من التاني. مش مهم التفاصيل، بس المهم بس نفهم الكونسبت ده، ان هي الماتيريالز اللي احنا بنعمل منها كافتر بتدينا خصائص مختلفة، فبالتالي عندنا كافترز مختلفة وكل واحدة ليها استخدام وكل واحدة ليها يوز، ليها يعني بروسيجر بتاعها. مش شرط ان الكافتر تبقى من نوع واحد، احنا عندنا هايبريدز وعندك كذا نوع في بعض، نفس فكرة إن الخيوط الجراحة كذا نوع في بعض، فهي نفس الفكرة. طيب فبالتالي لما نيجي نكمل، هل ممكن نقدر نقول إيه أفضل كافتر؟ ده سؤال غلط، لأن مفيش كافتر كويسة وكافتر وحشة، في الكافتر اللي أنت عايزها والكافتر اللي أنت مش عايزها. فأنت لازم تسأل نفسك what is the most suitable كافتر I will need for this procedure. أنا هعمل إيه؟ فبالتالي أنهي قسطرة اللي أنا هستخدمها؟ طيب أنت بتجاوب إزاي بقى على السؤال اللي هو أنا محتاج إيه؟ أنت بتسأل طب أنا إيه الأرتري اللي أنا هخش فيه أو الفيس اللي أنا هخش فيه؟ وبعيد قد إيه عن الأكسس اللي أنا واخده؟ هو نارو ولا واسع؟ هو الفاسل دوت تورتشوس ومعرج وطريقه مش سهل ولا ستريت؟ الفاسل ده دلكت قد ايه؟ ماشي؟ بالتالي بتسأل نفسك هو الطريق اللي انا همشي فيه ده شكله عامل ازاي؟ وانا رايح اعمل ايه في اخر الطريق ده؟ وبالتالي اختار القسطرة على الاساس ده. فانت بتدور عليه وانت بتختار القسطرة. دي بقى خصائص القسطرة
والبروبرتي الفاينل برودكت اللي انت بتاخده يبقى شكله عامل ازاي. اما انت شكلك طويل واسمر ولا مش عارف ايه، قسطره شكلها بيبقى عامل كده. الدي ان ايه بتاع ده انا شرحته من شويه اللي هي الماتيريال. اول بروبرتي هي السايز، والسايز انت بتقيسه باوتر دايمتر وانر دايمتر، فانت لازم تظبط الاوتر دايمتر بتاع القسطره انه يبقى اصغر من الانر دايمتر بتاع الشيث، وان الانر دايمتر بتاع القسطره يبقى اصغر من الانر دايمتر، يبقى اكبر من الانر دايمتر بتاع الواير اللي انت مدخله عليه. يبقى انت هتحط واير اصغر حاجه وفوقيها شيث اكبر حاجه، والكاستر ده اللي بيبقى حجمه في النص. وطبعا اللينث، انت هاو فار ار يو جوينج. وفي تكنيكال بروبرتيز لكل قسطره بتتحدد برضو بالماتيريالز اللي قلنا عليها. اول حاجه التراكابيلتي، وهي الابيليتي بتاعت القسطره ان هي فولو ا جايد واير. تاني حاجه البوشابيلتي، انت ازاي تقدر تبوش الكاثتر ثرو. تالت حاجه البوسابيلتي، اللي هو الابيليتي ان انت تنافيجيت بيها وتسوق بيها كويس. رابع حاجه هو الستير او التور، وممكن كلمه ستير دي احنا بنستخدمها في العربيات، يعني قد ايه انت بتقدر تتحكم في اتجاه العربيه وفي سواقتها. وانت لازم تبص على كاستر ان هي اتس فيكل واخداك من طريق لاخر، وانت بتتعامل معاها بهذا المنطلق. ثالث بروبرتي في الكاستر هو الفلو ريت اوف كونتراست، يعني انت الكاستر اللي زي الشاليمو دي بتمشي فيها الصبغه قد ايه، بسرعه ولا بالراحه، وده يعتمد على الاستخدام اللي انت عايزه. ورابع بروبرتي وهو الاهم هو الشيب، والشيب دي من اهم البروبرتيز اللي لازم تفكر فيها، لان هو دي اكتر حاجه متغيره في الجسم. يعني الفيسلز مفيش فيسل شبه التاني، ومفيش فيسل شكل زي التاني، فبالتالي مفيش قسطره شكلها يبقى زي التاني. ماشي، انت الشيب دوت عندك قسطره ممكن ما يبقاش فيها كيرفز خالص، تبقى ستريت كافتر، ممكن قسطره تلاقيها من الاخر تيل، وممكن قسطره تلاقي فيها كيرف واحد، ممكن قسطره فيها برايمري وسكندري وتيرشري كيرفز. يعني ايه الكلام ده؟ وليه القسطره ممكن يبقى فيها كيرف؟ ده اللي هنكمل الحته اللي جايه عليه. بس هي دي يعني من اهم البروبرتيز اللي بتحدد شيب الكيرف، واللي بتحدد شيب الكافتر، واللي بتحدد تنوع. بس هو الميتنج هيخلص كمان دقيقه، فممكن قبل ما اكمل بس عشان ما اقطعش في النص. الكيرفز بتاعت القسطره انت لو بصيت عليها هتلاقي في اساطر ليها كذا شكل، والاشكال دي ده واحد منهم. ان انت بتبص تلاقي عندك كيرف في الاول، وكيرف في النص، وكيرف في الاخر. ثواني خلاص. واحد اتنين اتنين تلاتة، ودول بيتحددوا على اساس ايه، او يعني لازمتهم ايه؟ احنا هنكمل السلايد دي. بيتكلم عن البرايمري كيرف والسكندري كيرف والتيرشري كيرف. هنا احنا عندنا مثلا البرايمري كيرف دوت، اللي هو هنا ده بيتحدد باي ان انت تبص على الانجل بتاع التارجت فيسل فروم اتس بارنت ارتري. يعني ايه الكلام دوت؟ تارجت فيسل ده الفيسل اللي انت عايز تخش، اللي هو في الحاله ديت اللفت سبكليفين اهو. الانجل بتاعه من الارتري المغذي ليه اللي هو البارنت فيسل اللي هو الاورطه اهو، دي الانجل دي. يبقى الانجل دي لازم تبقى زي الانجل بتاعت البرايمري كيرف. السكندري كيرف اللي هو ده بيتحدد باي اسيسنج ذا ويدث اوف ذا بارنت فيسل، يعني الفيسل اللي انت جاي منه قطره قد ايه، او حجم عرضه قد ايه. فبتيجي عند اللي هو مثلا انت جاي من اسندنج اورتا، فالكيرف ده
لازم يبقى قد الحته دي عشان يعدي منها. والتورشري كيرف بتتحدد باي اساسنج النورمال كيرفتشر بتاعت البارنت فيسل. يعني ايه برضو؟ يعني الكيرف التورشري ده بيتحدد بان انت واخد الكيرف بتاع الفيسل اللي انت جاي منه، اللي هو الشيب ده، يعني هو كان ماشي هنا الاول، فهو الكيرف التالت دوت واخد نفس الشكل بتاع الكيرف ده، وبعد كده نزل هنا وهيطلع هنا، يبقى ياخد الكيرف بتاع الشكل ده. تمام؟ انت عندك الكيرف ده ممكن يبقى شيب بال بال يا اما ان انت بتشيبت قبل ما تدخله. في تكنيكس لشيبنج الكافتر، يعني انا مره شفت كان بيعملوا ميزنتريك انجي، فبعد ما عملوا سيلياك ارتري وسبيريال ميزنتريك كان خلاص هيدخل على المفروض على الانفيريال ميزنتريك كانيليتد، لا راح طالع كده ولفف عند الارش اوف ذا اورتا، عامل حاجه انا ما فهمتهاش عشان يغير شكل القسطره. وفعلا لما هي ضغطت ناحية الارتش راحت واخدة كيرف معاها. فاحنا عندنا هنا الفكرة ان احنا ممكن في مصر ما عندناش اساطر كتير، مش كل الاشكال عندنا، فبتختار شكل او حاجة ماليبل وتلعب انت في الشكل تغيره. يعني احنا هنقول انواع كتير دلوقتي، مش كلها عندنا، مش كلها بتستخدم. احنا بيبقى عندنا حاجة وبيبقى في اساطر معمولة انها مالتي بيربس، ان هو بيستخدم في كذا حاجة. في قسطرة بتتسمى انها قسطرة سيلكتيف، يعني ايه؟ يعني القسطرة دي معمولة للارتري ده، الارتري ده ممكن يبقى مثلا السيلياك ارتري، ممكن يبقى البنكرياتو ديودينال ارتري، ممكن يبقى اي حاجة. وده بيتعمل على اساس ايه؟ ان هم درسوا الاناتومي بتاع الارتري وراحوا عاملين الاناتومي بتاع القسطره عليه. زي مثلا ده نوعين كده اكزامبل، واحد اسمه دبل كيرف رينال ارتري. لما يبقى عندك رينال ارتري اكيوتلي اوريجينيتنج بيعمل لك قسطره فيها دبل كيرف، واحد منهم اكيوت عشان يخش في الاكيوتلي اوريجينيتنج ارتري ده. نوع تاني مثلا حاجة اللي هي زي الكوبرا كافتر، بيبقى فيها برايمري وسكندري كيرف، والشيب بتاع الكيرف دوت بيساعدني في الكانيليشن بتاع فيسرال ارتريز كتير، منها رينال ارتري، منها البرونكيال ارتري، منها سيلياك ارتري. وممكن يعني تبقى القسطرة شكلها جنرال شوية فتخش في كذا ارتري، او يبقى شكلها سبيسيفيك لارتري معين. فدلوقتي رفيق كده هيكمل لنا زي تقسيمة للارتريز، يعني حاجة زي كلاسيفيكيشن بس عشان الكلام يبقى مور يبقى ملموم شوية. يعني كمان في يلا ماشي، احنا عارفين احنا طولنا، هي بس فاضل مثلا 9 سلايدز مش حاجة. هو ده اوفر فيو كده بس على ال على انواع الكاثيترز يعني اللي احنا حاولنا نجمعها. هو طبعا مش هنلم كل حاجة وما تعمقناش في كل نوع، هي بس حبينا نقول ان يعني برضو الابوريت على فكرة جولة ان هو في انواع كتيرة لماني بيربسز، فحبينا نوريكم ان في ان الكاثيتر مش بس حاجه بخش اعمل بيها مثلا ستنت واطلع، لا هو في انواع كتيره وانواع كنا عارفينها اوريدي اصلا من الجامعه واحنا بندرس مثلا في سنه اولى وثانيه وثالثه واحنا ما كناش فاهمين ان دي كاثيتر. في كذا كلاسيفيكيشن بس اللي لقيتها كلاسيفيكيشن تعتبر سهله شويه. اول واحده تيبرد، تيبرد كاثيترز التيبرد يعني الجايدنج اند بتاعتها على رفيع شويه، يعني زي ما بنركب
انا بدي اكزامبل ده لان هو الحاجه تقريبا الحاجه الوحيده اللي احنا بنعملها حاليا. يعني الاند اللي تحت بتاعت السنترال لاين او الماهوكر بتبقى رفيعه، يعني بتحاول على قد ما تقدر تبقى فلاش مع الواير اللي تحتها، يعني كانهم حته واحده. فدول التيبلد ماشي، في منهم كذا اكزامبل، الفلاش والفيسرال والمالتي بيربس. نون تيبرد دي الاند ما بتبقاش فلاش مع الواير خالص، الاند بتبقى مفتوحه كده وهوريكم صوره ليها. دول بيسموهم الجايدنج كاثيترز، وفي سبيشال كاثيترز، في طبعا انواع كتيره جدا بس عشان الوقت يعني جبت نوعين بس، المايكرو كاثيترز والبالون كاثيترز اللي هي بتاعت الانجيوبلاست. اول حاجه في التيبرد في عندنا الفلاش كاثيترز، ودول الهدف الاساسي منهم ان احنا يعني نفلاش الكونتراست ماتيريال اللي بنشوف بيه تحت الفلورو ان جنرال. فالمين ايديا بتاعتهم ايه؟ ان هم فيهم سايد هولز كتيره جدا، ده او في سايد هولز، دول سبايرال سايد هولز كده. هي دي فكرتهم الاساسيه. في ده البيك تيل، البيك تيل انا عارف احنا عارفينه ان هو مينلي فور درينج، بس في انواع، ففي انواع فور فلاشينج وللكونتراست، وفي انواع للدرينج، او ممكن يكون نفس الحاجه انا مش متاكد بصراحه. دي كاثيتر اسمها اومني، ودي ستريت فلاش كاثيتر، كلهم انواع بيعملوا نفس الحاجه، وهم ان هم بيعملوا فلاشينج. ايه بقى فكره اللي هو السايد هولز؟ ما انا ممكن يبقى من الاند هول هطلع الكونتراست ماتيريال او البولس الانجكشن اللي انا عايز اعملها وخلاص. هي الفكره في السايد هولز دي ان هي بتمنع حاجه اسمها الويبنج اكشن. يعني لما احنا مثلا لما الكاثيتر، عشان هي طبعا حاجه فراجايل، حاجه سوفيستيكيتد قوي، لما انا بانجكت بولس من بره بقوه جامده، الكاثيتر ممكن تتحرك من مكانها. يعني بتعمل زي كان اول لما نيجي نفتح خرطوم ميه كده، الخرطوم نفسه بيتحرك شويه علشان قوه البريشر اللي بقت جواه فجاه مره واحده. فالسايد هولز دي بتساعد ان هي تفرق البريشر على الكاثيتر نفسها، هتحافظ على الاستراكشر بتاعتها، وفي نفس الوقت تحط الكونتراست حوالين الكاثيتر، مش بس من الاند، مش من الجزء الاندنج بتاع الكاثيتر، لا كمان حوالين جزء elongated اكتر من الكاثيتر نفسها، عشان اقدر ارسم الفاسل اللي انا فيه بطريقه احسن. في كذا تكنيك حاولوا يعملوه علشان يخلوا، لان طبعا السايد هولز لما انا هقعد امسك كاثيتر اقعد اخرم فيها، الانتجريتي بتاعتها هتقل، هتبقى less stable. فبيعملوا ايه؟ ان هم بيخلوا الهولز تبقى سبايرل، يعني تبقى زي حلزونية كده حوالين الكاثيتر نفسها، all along الكاثيتر نفسها. ولقوا ان دي حاجة بتخلي الكاثيتر نفسها كميكانيكلي يعني بتبقى ماسكة نفسها اكتر، يعني محافظة على شكلها. بس دول الفلاش كاثيترز. في المالتي بيربز زي اللي يوسف قال لنا عليها من شوية، دول عكس تماما اللي هو قال عليهم، اللي هم بيبقوا شيبت على شكل فيسل معين او علشان اعمل very specific procedure. دول بنستخدمهم كتير، يعني بنستخدمهم كتير وفي حاجات كتيرة قوي، عشان كده بنسميهم non selective، بيدخلوا في كذا artery وبيفيدوني هنا، علشان الكيرف البرايمري والسكندري بتاعتهم ما بتبقاش جامده، بيساعدوني في ان انا اقدر اعدي في حته ستينوتيك او كده. الكاثيترز اللي بيبقى فيها كيرفز كتيره زي ما هنشوف كمان شويه، بالذات لو الكيرف، يوسف كان قال ان في برايمري وسكندري كيرف، لو الاثنين الكيرفز دول في نفس الاتجاه، يعني لو انا كده مثلا سي دي قسطره كده، دي البرايمري كيرف مثلا، ودي كده السكندري كيرف، اوكي ده كده لقوا ان هي كميكانيكا حتى هي ما بنعرفش نخش بيها فيسل ضيق، لان هو انا بيبقى عندي الواير مثلا، سي الواير طالعه من هنا كده، فانا من الناحيه دي انا بره الجسم بحاول ازق ازق، فبس مش ما بعرفش اعدي، فبحتاج حاجه اسمها ريفرس كاثيتر.
يعني الكيرف الاولانيه عامله كده والسكندري تبقى عامله كده، يعني عكس الاتجاه بتاع البرايمري كيرف. وهنشوفها كمان شويه. دول الفيسرال كاثيترز، دول اللي بنستخدمهم مينلي علشان نعمل ميزنتريك انجيوجرافي والحاجات دي كلها، والامبولايزيشن بتاعت الميزنتريك فيسلز. طبعا اشهر اثنين هما الروش والكوبرا اللي يوسف كان قال عليهم. النمبرينج بيرجع ل السكندري كيرفتشر بتاعتهم، يعني لو عايزنا 1 2 3 الكوبرا هنا، كل ما الرقم بيكبر كل ما الكيرف دي بتكبر. اوكي، فده انا عاوز اقولها بس على النمبرينج. اوكي، however الفيسرال كاتيترز دول اللي انا بستخدمهم عامه في ميزانتريك انجيوجرافي والحاجات دي كلها، الستراكشر بتاعتهم ما بتستحملش ان انا اخش بيهم في ستينوتيك فيسل، علشان السبب اللي انا قلته من شويه بتاع الريفرس كاتيترز. فانا بلجأ للريفرس كاتيترز في الحالات دي. دي اللي هي يعني ايه بالظبط؟ هما لقوا ده منظر ريفرس كاتيتر اهو، اوكي، وده ده الواير، اوكي، وانا داخل كده لقوا ان لما السكندري الكيرف بتاعتي بتبقى عكس البرايمري، ده بيدي القسطره نفسها، وانا خلاص انا دلوقتي دخلت بالواير في الفيسل اللي انا عايز ادخل فيه. اوكي، لما بزق بقى جامد في الكاثيتر من بره، السكندري كيرفتشر دي مع البرايمري اللي يوسف قال ان هي بتساعد ان هي فيكسيت القسطره نفسها في الوول بتاع هنا مثلا ان ذس اكزامبل الاورطه، بتساعدني اكتر ان انا اخش في الفيسل اللي انا مش عارف ادخل فيه عشان هو ضيق. ان السكندري كيرفتشر تبقى عكس الاولانيه، ده بيدي انتجريتي، او بتخليني اقدر ازق جامد على الكاثيتر من غير ما تلف على نفسها او تتني او تلف. ده اكزامبل للريفرس كاثيترز، كلهم زي ما احنا قلنا الكيرف الأولانية عكس التانية. في نون تيبر، ده السكشن التانية، ودول بستخدمهم مينلي، يعني هي تكنيك اسمها كوأكسيال تكنيك، يعني بس بحط كاثيتر جوه كاثيتر تاني. هنا مثلا زي ما احنا شايفين التيب زي ما قلت لكم مش تيبرد خالص، يات هي فلكسيبل، يعني هي مش تروماتيك خالص، بس في نفس الوقت مش تيبرد علشان تديني يعني انا اوريدي الديامتر بتاعها بيبقى كبير، فانا مش عايز اخسر الديامتر ده في ان انا اعمل تيب رفيعه، فبعوض ده بان انا اخلي التيب نفسها فلكسيبل وبماتيريال ما يعملش تروما على قد ما اقدر. الاكزامبل اللي هنا مثلا دي اهي، دي جايدنج داخل بيها. نريد حاجه انتوا سامعيني؟ معاك يا رفيق، كمل. ماشي. وجوه الجايد، الجايدنج قصدي، في كاثيتر اهي، ستاند كاثيتر تاني داخله على الواير، يعني واير وستاند كاثيتر وجايدنج كاثيتر بره خالص. فدي سكشن كامله اللي هي الجايدنج. ودول سبيشال كاثيترز بقى، زي المايكرو كاثيتر نفسها بتبقى من 3 فرنش، ده الماكسيمم، لأصغر. ودي بنستخدمها في ان احنا نعمل نقسطر فيسلز بقى بعيده جدا، ويعني فيري ديستل، لان هي فكرتها ان هي بتبقى رفيعه قوي. بستخدم برضو فيها الكوأكسيال تكنيك باي ذا واي، ان انا بخش كاثيتر اولانيه، بعد كده ادخل جواها المايكرو كاثيتر اللي جوايا كمان واير، ده بيخليني اقدر اخش اكتر في مسافه ابعد وبديفايس مور سبيسيفيك. ده اكزامبل برضو، اي ثينك دي كوبرا. اوكي،
دي قسطرة أولانية، بعد كده احنا مدخلين القسطرة التانية هنا، دي المايكرو كاثيتر نفسها، وده الواير بتاع المايكرو كاثيتر. فهو زي نظرية شوية الاريال مثلا بتاع الراديو أو التلفزيون، اللي هو حاجة جوه حاجة جوه حاجة، وكل واحدة بتساعدني إن أنا أطول أعمل لينث أو ديستنس زيادة بس. وفي بالون كاثيترز، ودي طبعا اللي هي زي الفوجرتي اللي نعمل بيها، اللي بنقدر نشد بيها ثرومبس. وفي زيها برضو بيبقى نوع ريجيد، الفوجرتي دي بتبقى يعني بلايبل سوفت شويه عشان اقلل التروما للفاسل. في واحده زيها عشان مش هشد حاجه، بتبقى مور ريجيد عشان اعمل دايلاتيشن للفاسل. يعني هنا بقى مش زي الفوجرتي بشد حاجه ثرومبس، فعايز ابقى حنين نوعا ما على الباسل، لا انا ممكن ابقى استخدم واحده ريجيد عشان احتاج الريجيديتي دي في ان انا احط بريشر على وول الباسل جامد عشان اعمل دايلاتيشن. بس كده انا، احنا كده خلصنا. Thank you so much. تمام جدا ليك بصراحه، هي تحفه جدا. بس معظم الحاجات أي تقريبا رد؟ يعني، حد عنده اي اقتراح اي حاجه؟ شكرا يا يوسف وشكرا يا رفيق. عفو على اتفضل إيه؟ يا عم، حاجه خالص. العفو يا محمد. شكرا يا شباب، أوي كانت حلوة أوي والله، برافو عفو عليكم، على ايه؟ برافو يا فيك. شكرا يا دكتور بجد على الفرصة دي، فعلا كانت لا لذيذة بجد يعني. يا انا قلت ريتنا اخر اسم نكمل انا على خلاص كده. اصلا، انا مش عارف اقول تعليق اصلا، لان انت تقريبا قلت تقريبا معظم الكلام يعني، مش اول ما قلتهاش هنقولها سوا بقى لما نقعد في الميتنج بتاع يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. خلاص خلاص اوكي الميعاد بتاعنا تمام. هيبقى الاربعاء على الساعه 1 تقريبا، 10 لواحده. المفروض بقى يعني لو عايز تقدر تروح لوحدة بكره الصبح حاول تجمع ادر بقى، ما اعرفش تجمعت ادر ولا ما جمعتوش، بس لو ما جمعتوش حاول نجمع ادر بكره عشان نعمل الميتنج بتاع يوم الاربعاء ان شاء الله بعد الاثنين. اذا الناس جمعت خلاص هتجيب معايا حاجات. انا برضه حاولت اوصل كده مع حد من زمايلي في الاساطير بحيث برضه نشوف شكل الاثار عامله ازاي ونحاول نطبق عليها الاستخدام النهارده على طول. النهارده كان معانا، كنا شغالين حلقه بالساتا، كان معانا اسطره كبرى، كان معانا مايكل كاستر، معانا مايكل واير، معانا شيل. احنا ممكن حتى يعني على الحاجات دي اللي احنا قلناها النهارده نحاول نطبق عليه، لكن بس حاسس ان عامل ازاي. شكرا لكم للمحاضرات جميله جدا. على الحصص صغيرين ممكن نقول طبعا انت قلت الاساس اللي بنستخدمها مين، اللي هي الكوبرا تمام، والكوبرا بنستخدمها في الفيرتشوال طبعا، والسايمون، وفي النيورو بنستخدم الفيرتبرال او الهيد هانتر، دي الحاجات اللي هي بنستخدمها في النيورو. البادي دايما كوبرا او سايمون، ممكن نستخدم برضه سايمون في النيورو في حاجات معينه هنشرحها بعد. برضه انت قلت ان السايز بتاع المايكرو تيستر 3 برنسبل ليش اللي عن كده اثنين او ثلاثه فريم. هقول ان الطول بتاعها بيبقى اكثر من 130 دبلنج للايه؟ للكاستر اللي هي المذر كاستر زي ما بيقولوا. المذر كاستر بتبدا من 65 توصل ل 100 90 او 100، لازم يبقى هو اقل حاجه تقول فيها 130 مايكرو كاستر عشان تديني فرصه ان هي تتحرك جوه وفرصه ان انا احركها بره، دي طول جوه البتر جوه اللوكس، طول بره قبل ما اتحرك ادخلها او اخرجها. مش أي معلومات تانية، مش كل حاجة تانية كويس جدا ما شاء الله عليكم. وتستمعوا محاضرة حلوة جدا، أنتوا بدأتوا فاهم فروم زيرو زي ما بيقولوا، يعني أنتوا مع واحد كأنه لسه بيسمع عن حاجة اسمها أنزو وعن حاجة اسمها أسطرة لحد ما وصلت للليفل إن هو عرف إزاي يختار الأسطرة وإزاي يكمل في الأسطرة وبتاع. زي ما قلت لكم المحاضرة المرة دي حلوة جدا بصراحة، يعني الناس يعني سبحان الله، يعني أنا اخترتكم بعد ما غيرنا كذا حد أو فكرت كذا مرة. سبحان الله، يعني انا بتهيألي لو كنت من غيركم ما كانوش هيعملوا نفس المحاضره بنفس الجوده دي. ما شاء الله عليكم.